السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة علاج للكساح ولين العظام. أنا يعني الجزء الغليل ده طالع مع بعضه، الحالة دي من زمان ما شفتهاش، يعني ما تكررتش، لأن حضراتكم عارفين إن بعطي كلسم دايما من افضل انواع الكالسيوم، ودايما التحديق، بعطي التحديق، وصفة التحديق اللي انتوا حضراتكم كلكم عارفينها، اللي هي الكيس ده. الكيس ده حوالي 3.5 كيلو، يعني ب5 جنيه، مش حاجة كتير يعني، اهو اللي هو الرمل والمحار وهدد المباني اللي كل مرة بقول عليه. المقصود يعني هو مش ده موضوعنا، لكن هو موضوعنا الدواء اللي هو للكساح. لكن انا بقول لكم كده ليه، لان انا ما اثرتش في موضوع انواع الكالسيوم. انا بعطي من احسن انواع الكالسيوم عندي، هوريها لحضراتكم الانواع اللي انا بعطيها اهو حضراتكم. الاساسي الجروفيت بلس، طبعا عملت عليه فيديوهات كتير واتكلمت عنه كتير. الجروفيت بلس هقول لحضراتكم ليه المشكله اللي حصلت دي ليه، والديكال او بيديكال، ديكال او بيديكال الاثنين دول، يعني اللي ما بيلاقيش جروفيت بلس بنستخدم بيديكال او ديكال. تمام، نبعد بقى الصنفين اللي هم اللي احنا بنعتمد منهم زمان دول، ده الكالسيوم اللي احنا عارفينه زائد التحديق اللي احنا برضو قلنا عليه. معنى ان الحالة دي معناها ايه؟ ان الفرد ده عنده نقص في امتصاص الكالسيوم، عنده مش كويس. الفيدروب ده هو مش كالسيوم، يعني احنا بنعالج بيه صحيح الكساح ولين العظام، لكن هو مش كالسيوم، هو فيتامين دال، لكن بيساعد على امتصاص الكالسيوم. يعني ده فيتامين دال في الحالات اللي زي كده بنعطيه علشان بيساعد على امتصاص الكالسيوم. احنا عارفين ان احنا في الشتاء مفيش شمس، اللي بيساعد على امتصاص الكالسيوم اللي هو الشمس. تمام، فده احنا علشان مفيش شمس، وانا بربي في مكان مقفول وقافل شبابيك دلوقتي عشان البرد، فهو مفيش اساسا شمس بتخش من الشبابيك دلوقتي. اهو شوف حضرتك مكتوب عليه اهو، الوقاية والعلاج من الكساح والوقاية من لين العظام. تمام، سعره اهو حضرتك اهو 10.5 جنيه، مش باينة، هو سعره 10.5 جنيه. تمام، الناس دايما بتطلب تقول ما لازم تقول على السعر، هو سعره 10.5 جنيه. هو اصلا في دروب ده دواء بشري للاطفال، يعني بيكتبوا معظم الاطباء، اطباء الاطفال بيكتبوا للاطفال، هو مش موضوعنا، من بيكتبوه من عمر يوم لغاية سنة، يعني طبعا كل اللي عندهم اطفال عارفين الدواء ده. يعني اللي انا اقصده ان هو امن، يكون امن للحمام. نرجع لموضوعنا اللي هو الحمام، يعني مش موضوعنا الاطفال، ما بنكتبش حاجة بشري، يعني ما بنوصفش حاجة للاطفال ولا للانسان. نرجع لموضوعنا اللي هو الحمام. من انا زي ما قلت لحضرتك بعطي الدواء ده بيساعد على امتصاص الكالسيوم، لكن هو مش كالسيوم، باكد على الحكايه دي، هو ده مش كالسيوم، لكن بيساعد على امتصاص الكالسيوم. لما نشوف حاله زي كده احنا نشوف هنتعامل معها ازاي. هي نفتح العلبه، وهو ايضا هو رافع للمناعه ووقايه من الامراض. تمام، هو وقاية من الامراض. هي العلبة اهو حضرتك فتحناها، ملناش دعوة بالنشرة دي، معاها القطارة دي. تمام اهو، شوف شوف كده
القطارة عليها غطا كمان، يعني بعد ما تخلص حضرتك اهو عليها غطا زي اللي بيجي على غطا السرنجة، وبيتقفل كمان كده بعد ما تخلص. يبقى احنا هو الزغلولين اللي الشكوى منهم فيهم زغلول وزغلول وزغلول كويس وزغلول يعني ايه جناحاته زي ما حضراتكم شايفين. فاحنا هنتعامل معاه، هنعطيله نقطتين لمدة 5 ايام، زائد ان احنا هنحط على مية الحمام برضو سنتي على اللتر علشان لو في المشكلة دي اهو. انا اخدت اهو، نبعد الازازة عشان ما تتكبش مننا. نجيب الزغلول، ما شاء الله هو نموه كويس يعني ما فيش فيه اي مشكلة، لكن احنا هنحاول نتعامل اهو. باين يا رب اهو، باين اهو، نفتح ونخش نحاول ندي النقطتين اهو. انا شايف انا بعطي ايه حطيت نقطتين، لو بقوا 3 مش مشكلة اهو تمام. ده واحد برضو هنعطي لاخوه اهو، هم ما شاء الله صحتهم كويسة، لكن شكل الجناح ده يعني يبين ان فيه ايه نقص كده اهو تمام. بعد كده ما عملنا كده نجيب بقى مسقة زي دي ونعطي فيها حوالي سنتي، يعني هندي مثلا نقول ايه نجيب القطارة كده اهو ال10 نقط دول تمام، كفاية قوي تمام. بعد كده احنا هنقفل الازازة بتاعتنا بقى بالطريقة دي، مش لازم بالغطا، وعلشان نعطي منها ال5 ايام، لان الغطا بتاعها مش هيبقى محكم بعد ما اتفتح، الغطا ده ما عادش هيكون محكم، فنغطي بالغطا بتاع الايه القطارة نفسها تمام. زي ما قلت لحضرتك احنا بنعطي الدواء ده في حالة ما بنشوف لو في لينا عظام، يعني لو لقيت الزغلول واقف فاشخ، هو ده مش واقف فاشخ ولا حاجة اهو، الزغلول ما شاء الله صحته كويسة، لكن هو التاني ده اللي جناحاته وبرضه رجليه كويسة، لكن بنات عن جناحاته، لو شفت الجناح زي كده او رجليه فاشخة او مش قادر يقف على رجليه يبقى بناتي الدواء ده. حتى لو انت بتعطي كالسيوم ده بيساعد على امتصاص الكالسيوم. هنشيل دول نرجعهم، نشيل دول ونحط مية على السنتي زي ما قلت لحضرتك ونقدمه للحمام. ده لتر مية زي ما قلت لحضرتك، سنتي على لتر مية من الدواء ده تمام. شوف كده الزغاليل ما شاء الله تمام. بكده نكون خلصنا، يا رب يكون افدناكم في موضوع الفيدروب ده، زي ما قلت لحضرتك ان هو ايه مش كالسيوم، لكن هو فيتامين د بيساعد على امتصاص الكالسيوم تمام. اتمنى يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.